أما نهنئ قواتنا الباسلة قوات سوريا الديمقراطية بكافة وحداته ومجالسه العسكرية المناضلة والتي قاومت وقدمت الآلاف من مقاتليه فداء في سبيل القضاء على الإرهاب، ونشكر قوات التحالف الدولي التي ساهمت وبشكل فعال في كل الحملات العسكرية. نحن الآن نعيش لحظات تاريخية. في هذه اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن القضاء على الإرهاب، نعلم أن خطره لا زال موجوداً وبأشكال أخرى في المناطق السورية الأخرى. لذلك نقول إن مرحلة تحرير الجغرافيا انتهت، وهذا لا يعني القضاء عليه بشكل نهائي. نعلم بأن مخاطر الخلايا النائمة لا تزال موجودة وبقوة، وهناك مخاطر بإعادة إنتاجه مرة أخرى، سواء كان عن طريق تعريض أمن المنطقة للخطر من قبل القوى الإقليمية أو عن طريق إيقاف الحملة بمواجهة الخلايا النائمة. لذلك من الضروري أن تستمر الحملة الجديدة بمرحلتها الثانية بمواجهة الخلايا النائمة، إضافة إلى انتشار ثقافة داعش في المنطقة بشكل مكثف نتيجة السيطرة التي دامت أكثر من 5 أعوام. فالمرحلة الثالثة والمتزامنة مع القضاء على الخلايا النائمة هي محاربة الثقافة الداعشية عن طريق الدعم بالأسلحة الغير فتاكة. بهذا وكمجلس سوريا الديمقراطية نرى أن تحرير الجغرافيا لوحدها غير كافي للقضاء على داعش، إنما المراحل التالية أيضا مهمة جدا، إضافة إلى البحث في ملف الدواعش السجناء والذين تجاوز عددهم 5000 ومحاكمتهم عن طريق محكمة دولية على الأرض التي ارتكبوا بحق أهلها الجرائم. لذلك نرى أن استمرار الدعم الدولي عملية مهمة، فكيفما تحملنا مسؤولية محاربتهم معا، ضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إتمام المهمة أيضا. هذا كما نسعى لحل سياسي شامل على كامل الأراضي السورية. بهذا ندعو كل القوى الفاعلة بالملف السوري والمجتمع الدولي أن تساهم في حل الأزمة السورية، وأن تلعب الدور الإيجابي لفتح المجال أمام عودة المهجرين في ظروف إيجابية آمنة ضمن إطار العملية السياسية التي يتفق عليها السوريون. ولنا أمل كبير بأن تحقق عملية التحرير هذه قفزة نوعية في التوجه للسلام المستدام.